معكم السنديك بيلا كوستا، إقامة بيلا كوستا المحمدية في شارع مول يوسف. عندنا واحد المشكل دابا ديال مع هاد الأمطار اللي أمطار الخير. عندنا واحد المشكل تما في القهوة ديال حافرين واحد جوج آبار، وداك الآبار فاضوا يعني تغلقوا بكثرة الأمطار، ودابا شكلوا ضرر كبير على الإقامة. وحنا ديجا درنا واحد الشكاية للسيد العامل، راه جاوبونا وجاتنا جاو عندنا السلطة المحلية اليوم عينوا دوك الآبار اللي كاينين في داك المقهى. وهذه دابا هي الأسبوع حنا كنخويو في داك المياه في لاكاف، والناس طرات كاع مابقاش قادرين كاع يباتوا في الإقامة ديالهم. وبالنسبة دابا للودان ديال الواد الحار خويناهم، وباقي دابا عامرين مبلوكين، باقي الان دابا خدامين فيهم نيت كما كتشوفوا دابا. ولاكاب والجهه الجهه الخلف الاخرى حتى هي تخلينا الماء من تحت الساس، وربع ايام وحنا لاكاف عامر بالماء، وحنا كنخو فيه مع ليديك. طلبنا ليديك اللي ساعدتنا، وحتى السيارات غرقوا، خرجناهم ثم داروا اضرار كبيره في السيارات في لاكاب كاع عمرو ما كاملين. بالنسبه للابار راه عينا من نهضروا معاهم يعني بالاقفال ديالهم، ودابا اتجهنا للسلطه هي اللي غتكلف الاغلاق ديالهم. ومن هذا المنبر كنشكر السلطه المحليه اللي جات عينت هاد الابار وعينتهم من هاد سميتو، راه جاوا اليوم يعني صوروا كل شيء وشافوا الابار. يعني السيده القائده ديال المقاطعه دروتسوس، وعينات الخسائر اللي كاينه في هاد الاقامه هذه.